ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كالجسد الواحد قتيل عذب الألحان وقراءات ولقاءات تحوي تفسيرا ومعاني أولاهم وكعادتها تفرح معهم وكعادتها تفرح معهم أفواج من كل البلدان لم يجمعهم إلا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل النور المبين قرآنه الكريم الذي أيد سلطانه وقال أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما ظاهر البرهان محكم البيان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح حفظه الله معالي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عبد الرحمن داح المطيري، سعادة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور بدر حجر المطيري رئيس اللجنة العليا لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في دورتها 12. أصحاب السعادة أصحاب الفضيلة من العلماء والمشايخ الكرام، الضيوف الأعزاء، الإخوة والأخوات، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن خير ما نبدأ به هذا الحفل المبارك آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ فهد واصل المطيري. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الحفل الكريم إن جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته منذ انطلاقتها في العاشر من مارس عام 2010 كانت فكرة تدور في الرؤوس وهذه هي أعمالها عمل محسوس فاستبشرت بها النفوس وهي تنمو باسقة لتغدو معلما من أهم معالم الثقافة العالمية وأنها أضحت اليوم معلما حضاريا وإنجازا عمليا ودلالة قاطعة على تضلع ولاة أمر الكويت بحب القرآن الكريم وخدمة كتاب الله ليس فقط في تيسير تلاوته وإكرام حفظته فحسب وإنما في الحرص على نشر قيمه وتدريس أحكامه وتفقيه الناس بما فيه من فضائل وأخلاق من خلال رعاية المساجد وإنشاء دور القرآن ونشر المصاحف وإفساح المجال لمؤسسات العمل الخيري والدعوي الراشد لما رأوا في ذلك من التمسك بالأسباب الحقيقية لقوة الكويت وحفظ كيانها ووحدة صفها وحماية ديارها وتعايش أهلها في ظل معاني الوسطية والاعتدال التي جاءت تعزز آيات القرآن وأحكامه الكلية يتفضل معالي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عبد الرحمن بداح المطيري لإلقاء كلمته مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب السماحة والفضيلة من المشايخ والعلماء ضيوف دولة الكويت الكرام أيها الجمع الكريم يشرفني أن أنوب عن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظ الله ورعاه راعي هذه الجائزة في افتتاح الدورة 12 لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته وأنقل لكم تحيات سموه وتمنياته للجميع بالتوفيق والسداد لما فيه خدمة كتاب الله عز وجل والعمل به السادة الحضور وإذا كنا نجتمع اليوم في حفل افتتاح جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم فإننا لا ننسى أبدا البلاد المباركة والأرض المقدسة ومصر سيد الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم التي جاء ذكرها في آيات الذكر الحكيم والتي يجري فيها الآن على أشقاؤنا وأخواننا في العقيدة والدين في غزة وفلسطين من الأحداث المؤلمة الجسام والمجازر الدامية العظام ما تعجز الكلمات عن وصفه واللسان عن التحدث به وأن قضية القدس الشريفة ليست قضية الفلسطينيين وحدهم وأن دولة الكويت حكومة وشعبا تقف دائما إلى جنب الشعب الفلسطيني الشقيق
وتسعى لنصرته ودعمه على مختلف الأصعدة وفي جميع المحافل. ونسأل الله تعالى أن ينصر أخواننا في فلسطين، وأن يحقن دماءهم، وأن يعجل بتفريج كربهم، ويكبت عدوهم. الآن يتفضل وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العليا لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم الدكتور بدر حجر المطيري بتكريم رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وينوب ممثلا عنه معالي وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عبد الرحمن بداح المطيري، فليتفضلا. كل البلدان لم يجمعهم إلا القرآن، وكأن القوم ملائكة نزلت بالوحي من الرحمن، نزلت بالوحي من الرحمن. زاروا الحفل كبارا وصغار، أوجوه